عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في تصحيح هذا الامتحان الموحد المحلي لشهادة السجل الإعدادي بالنسبة لثالثة إعدادي مادة علوم حياة والأرض. هذا الامتحان المحلي كان ديال العام فايت بالنسبة للأكاديمية الجهوية لطبعة التفيلات. إذا التمرين الأول اللي هو مكون ديال استرداد المعارف على اسم ديال النقاط. بعد التمرين الثاني اللي هو الاستعداد العلمي والتواصل الكتابي البياني اللي فيه تمارين ديال التحليل ديال ميبيان كذلك بعض الحسابات. لان جوج دورات غتلقاو رابط التحميل ديال الامتحان اسفل هذا الفيديو. كنصحكم انكم تشدوا الامتحان تحاولوا تخدموه هو الاول من بعد غادي تشوفوا الجواب وتقارنوه مع ما يوجد في هذا الفيديو. اذا التمرين الاول يقول اربطوا كل مصطلح من المجموعه ا بدوره المناسب من المجموعه ب. اذا هذا هي التمرين الاول اللي هو عندي هنايا المجموعة ألف فيها ماري رغامة مرارة ثم عندي هنايا سنخري أوي. إذا بالنسبة لنقل اللقمة الغذائية نتحدث على مكونات جهاز هضمي اللي هو الماري. بطبيعة الحال الماري هو الذي ينقل هذه اللقمة الغذائية. عندي الرغامة، عندنا على مستوى الحنجرة اللي هي في الجهاز التنفسي، دونك هي مسلك تنفسي يسمح بمرور الهواء. ثم عندي المرارة هي الدور ديالها هي كتخزن ليها واحد المادة اللي هي المادة الصفراء. إذا السنخ الرئوي، خلاص السنخ الرئوي هو اللي شفناه من قبل داخل في الدرس اللي شفنا تيكون على مستوى العروق الدمويه، تيسمح ليا بالتبادلات الغازيه بينها وبين هاد الاعضاء الاخرى، يعني على مستوى كتم التبادلات ديال ثنائي الاكسجين وثنائي اكسيد الكربون. اذا السرخ الرئوي يسمح بالتبادلات الغازيه. اذا السؤال الثاني يقول اذكر مكونات الجهاز البولي. اذا كما سبق ورانا، اذا مكونات الجهاز البولي كاين المثانه البوليه، كاين كذلك حالب، كاين كذلك الكلية. عندنا بزاف مكونات الجهاز البولي. الكلية كاين شريان كلوي والأوردة الكلوية، كذلك كاين مثانة بولية. إذن هادو بين المكونات ديال هاد الجهاز البولي عند الإنسان. ثالثا أتمم النص التالي بما يناسب المصطلحات المطرحة. الخملات المعوية يعني توجد على مستوى الماء الدقيق، إذا تفكرنا كيميائي ميكانيكي جزيئات صغيرة. إذا النص يقول تتعرض الجزيئات الكبيرة في الأنبوب الهضمي لتأثير. هاد التأثير شنو كيدير؟ يتجلى في العصارات الهضمية. إذا تسمعوا العصارات الهضمية، إذا المواد حمضية بالتالي عندي تفاعلات كيميائية، إذا تتعرض لتأثير كيميائي. إذا الجملة الأولانية تأثير كيميائي. إذا هاد الدقائق الجزيئات الكبيرة ديال الطعام تتعرض لتأثير كيميائي على مستوى العصارات المعدية. وتأثير يتجلى في حركة الأسنان، بما أن أتحدث عن حركة الأسنان، إذا نتحدث عن شيء ميكانيكي، إذا عندي تأثير ميكانيكي في الحالة. يتجلى في حركة الأسنان وتقلصات العضلات التي تحولها إلى جزيئات، إذا جزيئات صغيرة، بين جزيئات كبيرة تتحول إلى جزيئات صغيرة. هذه الجزيئات الصغيرة تتمكن تلك الخملات المعوية من امتصاصها المعوية على مستوى الماء الدقيق. إذا تفكرتوا. رابعا، عندي ضع علامة في إطار العبارة الصحيحة، عبارة واحدة فقط هي الصحيحة. نكشف عن الجليكوز بواسطة، إذا الجليكوز بين السكريات، إذا نكشف عنه باستخدام حلول فيهلينغ الذي نسخنه فيتغير اللون. إذا عندي الماء اليوديد محلول فيهلينغ وحمض النيتريك، إذا الصحيحة هي محلول فيهلينغ. إذن هادو نرجعو فقط إلى الدرس، راه كاين كلشي. الجملة الثانية يوفر تناول 20 غرام من السكريات، إذا تعرف بأن 1 غرام من السكريات تيعطيني 17 كيلو جول
ديال الطاقه هذا في السكريات. اذا السكريات كتعطينا 17 كيلو جوف كل غرام، اذا انا عطوني 20 غرام، شنو غندير؟ غنجبد 20 غرام وغنضربها ب 17، بالتالي غتعطيني 340 كيلو جول. اذا هذه راه باينه عمليه بسيطه فقط، كيلو جول اللي هي الوحده ديال الطاقه، تعتبر الاورده اوعيه دمويه. اذا الاورده سنعرف دائما بان الدور ديالها هو نقل الدم من الاعضاء اللي هي كدير عملية التنفس، بالتالي كتنقل الدم من تلك الأعضاء إلى القلب. إذا تنقل الدم، نقل الدم من الأعضاء إلى القلب وليس العكس. يستقبل نصف القلب الأيسر دم. إذا راه غنلاحظوا من بعد بأن واحد التمارين كيبيع نمثلو فيه اللي هو هذا في قلب اليسار، تلاحظوا بأن الهواء اللي كاين على اليسار تيكون غني دائما بثنائي الاكسجين، دونك يقوم نصف القلب الايسر، يستقبل نصف القلب الايسر دم غني ب او 2. اذا خلينا الشهيق ينتقل الهواء من الانف الى الرغامه الى القصبتين، الرغامه الى القصبتين الى الانف، اذا الشهيق ثم زفير هو طرح الهواء، الشهيق هو ادخال الهواء الأنف إلى القصبتين إلى الرغامة. إذا الجواب الصحيح هو الأول، الأنف ثم الرغامة ثم إلى القصبتين هوائيتين يوزعه على الرئتين. إذا الأنف ثم الرغامة، هذا هو المسار، ثم القصبتين. يتجلى دور الصميمات القلبية في، إذا الصميمات القلبية الدور ديالها هو أنه تيمنع عليا داك الرجوع ديال الدم، اش كيديروا؟ تيخليو الضوء الدم انه يدوز في واحد الملحه، ليمفوتي يدوز، يعني كي عندهم نقدر نعتبرو بحال شي قفل، الدم من حقه فقط يدوز جهه وحده، الجهه الاخرى تيكون ممنوع، دوك الصميمات كيكونوا كيتسدوا، اذا الدور ديالهم هو ضمان دوران الدم في اتجاه واحد، ضمان دوران الدم في اتجاه واحد. إذا داء الحفر فاقة غذائية، إذا هذه الفاقة الغذائية ناتجة عن بطبيعة الحال ناتجة عن نقص في فيتامين سي، فيتامين سي. يتحول النشا إلى مالطوز، إذا النشا كيتحول إلى مالطوز إلى عقلتو هذوك التفاعلات اللي كيتمو يتم بفعل انزيمات، اذا كاين انزيم بيبتيداز وكاين انزيم ليباز وكاين انزيم النشواز، اذا انزيم النشا جاي عن سيرينها، اذا كاين انزيم النشواز هو الذي يساهم في تحول النشا الى مالطوز. تنقل الفضلات، تنقل الفضلات عبر الدم بواسطه، اذا الكريات الحمراء تنقل لي فقط ثنائي الاكسجين، الكريات البيضاء الدور ديالها هو المناعه، اما داكشي اللي بقى لي هو سائل البلازما، اللي هو صحيح سائل البلازما هو اللي تنقل لي دوك الفضلات الى خارج الجسم. راه شفناها في درس الابراز البولي، كنا كنقارنو ما بين الدم الخارج من عفوا ما بين البول وما بين البلازما داخل الجسم. اذا خلال الانقباض البطيني، اذا خلال الانقباض البطيني ينطلق سميت الانقباض البطيني، فالاثناء ديالو تيكون عندي انتقال الدم من البطين الى الشريان، اذا انتقال الدم من البطينين الى البطين الايسر والبطين الايمن الى الشريان. اذا الانبوب البولي، الانبوب البولي وهي وحدة وظيفية للبول أو وحدة وظيفية للكلية أو وحدة وظيفية للبولة، تعرفوا بأن هذا الأنبوب البولي سيبقى هو وسط الكلية، لأن هذا وحدة وظيفية للكلية بطبيعة الحال. يشكل الخضاب الأكسجيني HBO2 على مستوى، إذا هذا HBO2 اللي تهضر على الخضاب الدموي هو واحد الخضاب يتكون على مستوى البلاصه اللي كيكونوا التبادلات الغازيه ما بين ثنائي الاكسجين وثنائي اكسيد الكربون، اذا هو على مستوى الاسناخ الرئويه، اذا عطوني اسناخ الاعضاء القلب، دونك الاسناخ هو الجواب الصحيح.
إذا هذا فيما يخص تمرير النقط الأولى ديال مكون استرداد المعارف. إذا نمر إلى تمرين آخر اللي هو تمرين المكون الثاني ديال الاسترداد العلمي والتواصل الكتابي والبياني. نتابع. للتمرين يقول: إبراهيم تلميذ عمره 15 سنة التحق منذ سنتين بالسلك الإعدادي خارج قريته واستفاد من الإيواء والتغذية بداخل المؤسسة. على طول السنتين لاحظ إبراهيم أنه خلال الموسم الدراسي يسجل تحسنا في نموه وحيويته على عكس الفترة العطلة الصيفية التي يقضيها بالقرية. عند التحاقه بالسنة الثالثة الإعدادي قام بتحليل كتلته الغذائية التي يتناولها لما يكون مع أسرته، فوجد أنها تتكون مما يلي: إذا السكريات تأكل 460 غرام، البروتينات 190 غرام، الدهنيات 180 غرام، الكالسيوم 1460 ميلي غرام، ثم الفوسفور 865 ميلي غرام. إذا أولا أحسب كل كيلو جول الإمداد الطاقي لهذه الأغذية، علما أن إذا الإمداد الطاقي هو مجموع الطاقات التي كتحرر عليها السكريات مع البروتينات مع الدهنيات. إذا أول حاجة لكي نتمكن من حساب هذا خصنا نعرفوا أولا شحال كيستهلك ديال السكريات في لما يكون في بيته في القرية. إذا السكريات عندنا 170 غرام، إذا 170 غرام ديال السكريات، عندنا البروتينات 190 غرام فهي كاينه في الجدول، ثم عندي الدهنيات اللي هي 82 غرام. إذن هادو هما الأساسيين باش نقدرو نحددو الإمداد الطاقي اللي كيوفرو لي هاد الأغذية. تعرفوا بأن السكريات كل واحد غرام كيعطيني 17 كيلو جول، ثم البروتينات واحد غرام كيعطيني 17 كيلو جول كذلك، أما الدهنيات فكل غرام كيعطيني 32 كيلو جول. إذن المطلوب هو أننا نحدد كل قيمة من هادو شحال كتعطيني ديال الطاقة. إذن أول حاجة غنبداو بالسكريات. تعرفوا بأن سكريات واحد غرام كيعطيني 17 كيلو جول، إذا 476 كيفاش غنديرو؟ غندير 470 غرام مضروبة في 17 كيلو جول مقسوم على 1 غرام، تالي الغرام غيمشي ليا مع الغرام، غيبقى ليا هنايا الطاقة غيبقى ليا بالكيلو جول. ثم عندي البروتينات غنحسبها كذلك 190 غرام غنضربها في 17 كيلو جول ثم نقسمها على 1 غرام كذلك يمشي ليا غرام مع غرام وتبقى لي الطاقة بالكيلو جول. بقى لي دابا الدهنيات، الدهنيات نفس الطريقة 82 غرام في 338 كيلو جول مقسومة على 1 غرام كذلك الغرام مع الغرام غيمشي غيبقى لي الطاقة بالكيلو جول. إذا حسابيا نعم بعد نحسبو هادو غيعطيني واحد الدقيقة. عندنا لي بينين ربعمية سبعة وستين في سبعتاش عطاني سبعة آلاف ربعمية ستة وستين، عفوا ربعمية وستة وسبعين في سبعتاش عطاتني ثمانية آلاف واثنين وتسعين. إذا هادي عطاتني ثمانية آلاف واثنين وتسعين كيلو جول، 190 مضروبة 17 كذلك تعطيني 1853 كيلو جول، ثم بقات لي 82 مضروبة 38 اللي هي 3116 كيلو جول. إذا الإمداد الطاقي هو المجموع ديال هاد الطاقات التي كتوفرها لي هاد الأغذية. إذا شنو غندير؟ 892 كيلو جول زائد 3116 كيلو جول زائد 1853 كيلو جول يساوي، لأن حسابيا زائد 98 زائد 3116 زائد 1853 إذا 6000، عفوا غلط نتأكد، عندي 8092 زائد 3116 زائد 1853 اللي هي 13061
13,061 كيلو جول، لأن هذا ما يوفره في نوم انطلاقا لمن يكون في بيته. هل هذه الأغذية تلبي الحاجة الطاقية لإبراهيم؟ علما أن حاجيته الطاقية تقدر ب 13,500، دونك 13,500 هذه القيمة الغذائية اللي عندنا هي 13,061 ناقصة، إذا لا تلبي، لا تلبي هذه الأغذية الحاجية الطاقية. لماذا؟ لأن الإنفاق الطاقي لديه أكبر من الإمداد الطاقي، لأن هذا الشيء اللي كتبدل الأرضية بهذه الطاقة هو كينفق أكثر من الإمداد الطاقي. إذا بكل بساطة هذا هو الجواب. نمر إلى تمرين آخر. تمرين آخر قصد دراسة كيفية دوران الدم داخل جسم دم الدرس للدوران الدموي. نقترح عليك الوثيقة رقم 1 اللي هي الوثيقة هذه، بحيث تمثل أعداد حجم كل من O2 و CO2 في 100 ملليلتر من الدم الداخل والخارج من العضو. إذا نقارن حجم O2 بين العرقين الدمويين ألف وباء، إذا قارن ثنائي الأكسجين. لاحظوا معي العرق ألف في ثنائي V ديال O2 اللي هو الفوليوم ديال O2، حجم ثنائي الأكسجين هو 15 ملليلتر. أما في العرق باء VO2 فهو 20 ملليلتر. إذا كلاحظوا بأنه إذا إذا بغينا نعطيه كمقارنة، نقول بأن هنايا دلوقتي خلينا نخليها تما. أولا التمرين التالي، التمرين التالي، إذا السؤال الأول حجم O2 في يعني غير مقارنة، فقط نقارن يعني نشوف في O2 في العرق باء أكبر من حجمه في العرق ألف، أو للعكس نقول بأنه الحجم ثنائي الأكسجين في العرق ألف أصغر ولا أقل من حجمه في العرق باء. ثانيا قارن CO2 في العرقين الدمويين، لابد CO2 يكون العكس، حجم CO2 في العرق، لاحظوا مزيان هنايا عندي 53 هنايا عندي 49، إذا حجم CO2 في العرق ألف أكبر من حجمه في العرق باء. إذا استنتج ماذا يحدث على مستوى العضو أ اعتمادا على السؤالين 1 و 2. إذا على مستوى هذا العضو هذا، يلا حطوا معايا مزيان، تيجي عندي هنايا هذا العرق هذا تيدخل له هذا العضو أ، تيدخل له هذا الدم، هذا الدم كيفاش داير؟ لاحظوا مزيان، إذا كنلاحظوا بأن هذا الدم غني بثنائي أكسيد الكربون، أما هذا فهو قليل ثنائي أكسيد الكربون، هذا فيه ثنائي أكسجين قليل، أما هذا فيه ثنائي أكسجين كثير. إذا شنو كيدير هذا الجسم هذا العضو هذا؟ هذا العضو هذا، إذا على مستوى هذا العضو هذا ماذا يفعل؟ ماذا يحدث؟ نلاحظ بأن الدم كيتخلص من ياش؟ كيتخلص من ثنائي أكسيد الكربون ويغتني بثنائي الأكسجين. إذا على مستوى العضو أ، على مستوى العضو أ يغتني الدم ب O2 ويطرح CO2.